مشاهدينا في السودان كمان أنجزت إنجازات عظيمة هنا في المملكة العربية السعودية وخصوصا في الرياض. الناس من خلال العروض اللي أنت عملتها هم بيعرفوك، لكن في عندنا ناس في السودان لحد الآن ما عارفين. حاضر. وابنة القاشي إن سر الطيف وهنا واعتلى هائما فكيف يحاقي، والمنى بين طرفها ويديها والسنا في ابتسامها البراقي، كسل أشرقت بها شمس وجدي فهي في الحق جنة الإشراق. محمود محمد أحمد حسب ربه من مواليد مدينة كسلة، التاكة الأولية كسلة، مدرسة كسلة الأهلية الأسطى، ثم معهد التربية كسلة، إعداد تدريب المعلمين، ثم كلية ICS الولايات المتحدة الأمريكية كارتون دروينجز الرسوم المتحركة، ثم جامعة بخت الرضا، شهادة في كتابة فن السيناريو، شهادة في التربية العملية، 5 شهادات في دورات في الإسكندرية معسكرات الطلائع والرواد، وشهادات كثيرة جدا جدا من شركات عدة. عضو المكتب التنفيذي جمعية الأسر السودانية، ومدير إدارة البرامج بجمعية الأسر السودانية، نائب رئيس جمعية نبع المودة، نائب رئيس جمعية تجمع العزة، ورئيس كيانات عدة. نكتفي بهذه.